باب تقارب الزمان. الحديث 41 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعافة الخوصة. باب كلام السباع وغيرها. الحديث 42 بعد 100. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. باب دابة الأرض. الحديث 43 بعد 100. عن أبي الطفيل قال: كنا جلوسا عند حذيفة فذكرت الدابة، فقال حذيفة رضي الله عنه: إنها تخرج 3 خرجات في بعض البوادي، ثم تكمن، ثم تخرج في بعض القرى حتى يذعر، وحتى تهريق فيها الأمراء الدماء، ثم تكمن. قال: فبينما الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها حتى قلنا المسجد الحرام وما سماه، إذ ارتفعت الأرض ويهرب الناس، ويبقى عامة من المسلمين يقولون: إنه لن ينجينا من أمر الله شيء، فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب الدرية، وتتبع الناس جيران في الرباع، شركاء في الأموال، وأصحاب في الإسلام. الحديث 44 بعد 100. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود، وعصى موسى بن عمران عليه السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا، وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الحواء لا يجتمعون، فيقول هذا يا مؤمن، ويقول هذا يا كافر. باب ما جاء بشأن يأجوج ومأجوج. الحديث 45 بعد 100. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح يأجوج ومأجوج، فيخرجون كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض، وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم حتى إنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا، فيمر آخرهم على أثرهم، فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماء، ويظهرون على الأرض، فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، ولننازلن أهل السماء، حتى إن أحدهم لا يهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقولون: قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك، إذ بعث الله دواب كنغ في الجراد، فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضا، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا، فيقولون: من رجل يشري نفسه؟ وينظر ما فعلوا، فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه، فيجدهم موتا، فيناديهم: ألا أبشروا، فقد هلك عدوكم،
فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم راعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. الحديث 46 بعد 100. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اجفظ، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. باب المهدي. الحديث 47 بعد 100. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الحديث 48 بعد 100. عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. الحديث 49 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب، فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم. الحديث 50 بعد 100. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حجاجاً.